وتنضم إلينا محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب لينا قنوع للحديث عن العملات الأجنبية وافتتاح الأسواق الأسهم وتقلبات أسعار الذهب. أهلا وسهلا بك معنا أستاذة لينا. بداية لهذا اليوم سنذهب للحديث مباشرة عن أسعار الذهب التي تحولت إلى الارتفاع في أداء ضعيف للدولار في ظل المعطيات وأيضا البيانات المرتقبة خلال هذا الأسبوع الجوهري لينا. أهلا بك. أسعار الذهب الآن تتداول في نطاقات جانبية بين 1750 و 1830، هذه النطاقات المحدودة عم نشاهدها على أسعار الذهب نتيجة تقلبات الدولار الأمريكي في ظل انتظار القرار، هو قرار الفدرالي الأمريكي الذي سيكون يوم الأربعاء، سيعطينا فكرة أوضح عن التوقعات المستقبلية للسياسة النقدية. التوقعات تشير بأن يكون هناك خفض عفوا رفع لاسعار عفوا تقليص لبرنامج شراء الاصول البالغ 120 مليار دولار شهريا، وكل هذه التوقعات تشير بانه ربما يكون هذا الخفض ب 20 او 50 مليار دولار شهريا، ان يتم هذا التقليص بشكل تدريجي. سنرى هل سيكون هناك حديث عن رفع اسعار الفائده في وقت اقرب مما تتوقعه الاسواق، ونحن نعلم ان التضخم وصل الى مستويات بحسب مؤشر بي سي بفضله الفدرالي الأمريكي، نحن نتحدث بأكثر من 3.6%، مؤشر البي سي اي عم نشوفه على مستوى على ارتفاعات ب 4.4%. هل سنرى أي تقليص لبرنامج شراء السندات؟ فأي تجديد للسياسة النقدية سيكون عامل ضاغط لأسعار الذهب وتأثيرات إيجابية، إلا إذا كانت توجهات الفدرالي الأمريكي اختلفت ولن يكون هناك تقليص، فهذا سيدعم أسعار الذهب. فأتوقع استمرار حتى نهاية العام في نطاقات جانبية في حال تم تشديد السياسة النقدية، أتوقع بين 1750 إلى 1830 دولار للذهب. يعني من الواضح انحسار سعري واضح لأداء يعني الذهب مقابل أيضا يعني لكل أونصة تقريبا مقابل الدولار. لكن الحديث يعني عندما تحدثنا عن البنك المركزي الكندي قام بتقليص يعني برنامجه لشراء السندات بشكل مفاجئ لم يكن متوقعا في الأسواق، يعني إذا ما كانت مخالفة هناك أو لاختلاف النية لدى الفيدرالي الأمريكي كما حدث مع المركزي الكندي، هل من المتوقع أن ينخفض أو يرتفع الدولار الذهب عفوا بشكل مفاجئ فوق مستويات 1800 دولار للأونصة الواحدة؟ نعم، في حال بالفعل هناك تغيير في لهجة الفدرالي الأمريكي وبعدم تجديد السياسة النقدية في إحدى هذه الأحوال، سيكون هناك بالفعل رفع ارتفاع لأسعار الذهب، لكن لا أعتقد ولا أتوقع أن يكون هناك أي تغيير في لهجة الفدرالي الأمريكي، والمتوقع وما تنتظره الأسواق هو بداية هذا التقليص التدريجي لشراء السندات وبأن يتم هذا الخفض بشكل تدريجي. لهذا السبب عم تحتسب الأسواق أن يكون هناك هذا التقليص ببرنامج شراء السندات والذي سيكون له تأثير على أسعار الذهب. سوف ننتظر ما الذي نتوقعه من توجهات مستقبلية للفدرالي الأمريكي، لكن لا أتوقع أي تغيير في لهجة الفدرالي الأمريكي على عكس البنوك الأخرى كالمركزي الأسترالي. نعم. يعني أستاذة لينا كيف تقرأين العائد على السندات لمختلف الآجال يعني في الولايات المتحدة؟ هل اختلفت في ظل الحديث يعني عن اقتراب وأيضا عن السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي؟ اليوم عم نشوف بعض التراجعات وهذا الشيء طبيعي، وتذبذبات عموما بمؤشر الدولار الامريكي وايضا في السندات الاجله لعشر سنوات في ظل ترقب اجتماع الفدرالي الامريكي. لا يوجد اي يعني اي توجه اي يعني نستطيع ان نحدد الاتجاه الان، لان الحاله في ترقب فدرالي امريكي. بيانات الوظائف الامريكيه الغير زراعيه التي سوف تصدر يوم الجمعة ستعطينا فكرة أوضح عن توجهات الأسواق، لأن أي مؤشر إيجابي أو بيانات إيجابية أكثر من المتوقع سيكون لها تأثير إيجابي سواء على الدولار الأمريكي على عوائد سندات الخزانة الأمريكية. فهناك بيانات من فدرالي الأمريكي، بيانات الوظائف الأمريكية، لو أتت أي من أتت بيانات الوظائف الأمريكية مخيبة للآمال، فربما سيكون نوعا ما هو سوف يدعم أسعار الذهب. لكن سوف نترقب الاجتماع الفدرالي الأمريكي
الامريكي والذي يعطينا فكره اوضح عن هذه التوجهات. نعم، محلل اول اسواق ماليه في إكويتي جروب الاستاذه لينا قنوع، شكرا لك على كل هذا الشرح الوافي.